لعلة الخال تطارد بلا سخارت، قلوب موجوعة تنتفض في وجه المنفلتة. ردناك عون طلعت فرعون، بس الفرعون هالمرة موظفة أممية اسمها جنينة بلا سخارت. هذا اللي جاي يدور بكواليس الحكومة والقوى السياسية. شنو القصة؟ هسه نشوف. بس قبلها فلنعرف منو بلا سخارت. السيدة جنينة بلا سخارت سيدة هولندية محترمة، عندها خبرة سياسية وبرلمانية واسعة. تسلمت مهامها عام 2018 كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة لبعثة الأمم لمساعدة العراق يونامي. قبل يومين بلا سخارت تصدر اسمها نشرات الأخبار بسبب تقارير تحدثت عن لقائها مع أحد زعماء الفصائل وهو عبد العزيز المحمداوي أبو فدك، يعني بعد يوم واحد من محاصرة المنطقة الخضراء. التقارير نقلت غضب حكومة الكاظم الشديد على تحركات بلا سخارت أثناء وبعد الأزمة، لكون اللقاءات جرت من دون تنسيق مع الحكومة. لذلك الحكومة طالبت رئيسة البعثة بتفسيرات عن السياق القانوني اللي سمح لها بإجراء هيك لقاءات، بالأخص كونها تزامنت مع حوادث هددت سيادة الدولة. مواقف بلا سخارت من الملفات العراقية مثيرة للشكوك دائماً. بداية حراك تشرين مثلاً غردت عن الخسائر المادية فقط وأثارت غضب المحتجين واضطرت تعدل موقفها لاحقاً. وبالشهر العاشر 2020 بلا سخارت التقت أبو فدك اللي يلقب بالخال، وهم صارت موجة غضب عارمة بيومها كون اسم الخال ارتبط بملفات معينة وتهم تتعلق بقمع المتظاهرين. الفكرة اللي انطرحت بوقتها انه لقاءاتها تتنافى تماماً مع مهام بعثة الأمم اللي المفروض تساعد الدولة العراقية على تقوية قدراتها وتوسيع شرعيتها، مو العكس. ولما أثير هيك اعتراض جاء الجواب من أنه بعثة الأمم من حقها تلتقي بجميع الأطراف، بجميع الأطراف الفاعلة بما في ذلك قوى اللا دولة. هنا نفهم الموضوع بطريقتين متناقضتين. المدافعين عن بلا سخارت يقولون إنها واقعية وتعرف مصادر صنع القرار العراقي وجاي تتعامل وياها وجهاً لوجه، بينما المشككين يقولون لا، تصرف بلا سخارت خاطئ ويتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة اللي تستبعد التعامل مع الجماعات غير الشرعية حتى لو كانت متحكمة بقرار بعض الدول الضعيفة. مو بس هاي، بشهر شباط الماضي رجعت موجة الغضب ضد الموظفة الأممية وسبب زيارتها لطهران ولقائها مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة ملف الانتخابات العراقية. آنذاك أثير بالكواليس سؤال خطير يقول: ترى هل تعترف الأمم المتحدة ضمنياً بهيمنة إيران على العراق؟ وماخذ الموضوع كأمر واقع؟ الخلاصة إنه بلا سخارت مثيرة للريبة وبالكواليس أكو لغط شديد حولها وهناك مطالبات بتغييرها. المطالبات ليست رسمية لكن ما نستبعد تصير رسمية قريباً. والطلب المرفق بزون عون، نريد عون يساعد الدولة.
مو فرعون يضعفها. حياكم. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ورحب بضيوفي الكرام دكتور غسان العطية رئيس المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية من لندن، ومعي زايد العصاد ناشط في حراك تشرين من بغداد، وكذلك الكاتب والصحفي مازن الزيدي من بغداد أيضا. مرحبا بضيوفي الكرام. دكتور غسان، هناك حملة وتشكيك في دور ممثلة الأمم المتحدة في العراق، خاصة في مقابلاتها بغياب التنسيق مع الحكومة العراقية. ممكن التشكيك في دور بعثة الأمم المتحدة؟ دكتور غسان تفضل. شكرا. بمجرد هذا اللقاء والحديث هو أداة ضغط وتوضيح للأمم المتحدة. قبل أشهر مجموعة من المثقفين في الخارج وأنا أحدهم قدمنا عريضة بالعربية وبالإنجليزية إلى الأمم المتحدة، قلنا لها أن لا نريد يونامي تتحول إلى ورقة توت لستر العيوب اللي في العراق. الشيء الثاني، والآن نتحدث كرجل عمل بالأمم المتحدة 10 سنوات، وبالتالي يجب أن نعرف المبعوثين إلى الدول ليسوا ملائكة، ولكنهم يتأثروا بمناخ السائد في مجلس الأمن. يونامي لا تذهب إلى العراق إلا بموافقة الجمعية العامة أو مجلس الأمن، أي بمعنى الموقف الدولي. يعني ممكن مجلس الأمن أي واحد يعترض أو فيتو وما تروح، فبالتالي عليها أن تقدم شيء وتقنع مجلس الأمن أن هي لا تخالف إرادتهم. فهناك الروسي وهناك الصيني وغير ذلك. الآن اللي حصل من معلومات المباشرة أن السيدة بلاسخار، هذه السيدة امتزجت مع المزاج السياسي آنذاك، فبالتالي المزاج كان أن لا نريد أن نهز القارب في مياه مضطربة. فمثلاً انتخابات 18، بالمناسبة يونامي لها دور في الانتخابات ومجيئها من 2004 في العراق موجودة، اللي هي سمعتوا أنتم جميعاً أن قالوا انتخابات 16-18 كانت منتهى التزييف. يونامي ما قالت هذا الكلام، ولكن كما جاء في تقريركم وأحسنت في تقريرك أن بدأ تغير في سلوكهم. فأمس وجهت رسالة إلى القضاء الأعلى الطالبة بأن يكشف عن الإجراءات اللي اتخذوها بالنسبة المعتقلين، بالنسبة المتهمين باغتيال أبرياء ساحة التحرير. نين هي لأول مرة تنتقد أن الانتخابات الماضية كانت ناقصة. هذا تحول من قبلها، هذا يعكس المزاج الموجود في الأمم المتحدة، ليس من بنات أفكارها. الآن الموقف المطلوب أن نريد فعلا الأمم المتحدة تلعب دور إيجابي وحرفي. والآن الطلب اللي قدمته الحكومة العراقية للأمم المتحدة أن تشرف يجب أن أوضحه ولو آخذ لا قبل توضيحها دكتور، وممكن نرجع لهذا الدور، بس علامات الاستفهام اللي تثار الآن في السوشيال ميديا لدى الشارع العراقي ولدى الشباب العراقي خاصة، هذه علامات استفهام مشروعة 100%. والعكس، يجب أن نمارس الضغط. اللي حصل وصديق عزيز لبناني غسان سلامة في ليبيا، لما وجد أنه لا يستطيع أن يلعب الدور الحرفي الصحيح قدم استقالته هو وترك ليبيا.
الآن. وكذلك المرحوم اللي قتل ممثل المتحدة في العراق سابقا كان يسعى أن يكون حقيقة إيجابية. الآن الموقف في البرنامج هذا بحد ذاته سيسمعوه وسيعرفوه. ولهالسبب رسالتنا عبر هذا البرنامج هو للضغط للتوضيح. نحن نريد الأمم المتحدة أن تلعب، بس ما نريد الشاهد زور. ونحاسبها أن مواقفكم السابقة بالانتخابات السابقة كانت سلبية غير سليمة. طيب هذا الكلام خليني أستوقفك هنا وأذهب إلى زايد. مرحبا بك زايد. أكو حملة يقودها شباب تشرين، يعني بالأسخارة المنفلتة بدأ يتصاعد هذا الموضوع، الأمم المتحدة وغيرها من الهاشتاغات اللي أطلقوها شباب تشرين. شنو اللي تريدون بالضبط؟ هي موظفة أممية حتى لعبت دورا في لقاءات خاصة أو لقاءات بعيدا عن الإعلام؟ الأمم المتحدة يقولون هذا جزء من دورنا في العراق. تفضل زايد. مساء الخير عليك أبو عمار، عودة موفقة، ومساء الخير على ضيفيك الكريم ومشاهديكم الكرام. حقيقة نأسف ونشعر بخيبة كبيرة نحن في الحراك الاحتجاجي من تصرفات وسلوكيات السيدة جنين بلاسخارت. نعتقد بأنها تماهت كثيرا وانغمست في الجو السياسي العراقي، الجو الذي يعتقد بأن هذا النظام جيد ويوفر حياة لا بأس بها ويجب أن يستمر على أي حال من الأحوال. هنالك يعني العراق جزء من عدة اتفاقيات عالمية ودولية موقع عليها، بضمنها حماية الحقوق السياسية والمدنية، بالإضافة لذلك هنالك معاهدة CED، معاهدة يعني حماية المواطنين من التغييب القسري. هذه المعاهدة يعني العراق موافق عليها، موقع عليها. بالتالي لدينا اليوم هنالك أخبار تشير ل 12,000 مغيب ومختطف ومغيبين قسريا. لا توجد هنالك تحركات جدية وواضحة من الحكومة. الأسوأ من ذلك، نحن نعتقد بأن النظام السياسي هو نظام يعني متماهي مع هذه العمليات، لكن المؤسف في الأمر بأن مبعوثة الأمم المتحدة أيضا متماهية مع هذا الأمر. يعني لا أعلم ما هو الدور الحقيقي للأمم المتحدة في العراق. هل هي دورها الإشراف على انتخابات شكلية، إشراف على انتخابات مزورة فقط، أم هي دورها المداعاة بحقوق الشباب المحتج الآن؟ ليش التشكيك في دور مبعوثة الأمم المتحدة؟ قبل تشرين ما كان أكو تشكيك في هذا الدور زايد. أستاذ يعني عدنان، قبل تشرين لا يوجد أساسا دور للأمم المتحدة في العراق. الأمم المتحدة كان دورها يقتصر فقط على الإشراف أو على مراقبة الانتخابات وتمريرها بأي طريقة كان وإعطاء شرعية دولية لهذا النظام. ما بعد تشرين حصلت يعني الهزة الحقيقية التي دفعت بالعالم للتعامل بجدية مع المتظاهرين في العراق ومع النسق الاحتجاجي، وهذا ما دعا لتحركات. ولكن يعني حقيقة المضحك في الأمر أن التحركات توجهت، يعني فقط في البداية كانت التحركات للالتقاء بالناشطين والفاعلين في الحراك الاحتجاجي والاستماع لمطالبهم ومن ثم نقلها لبقية دول العالم ليروا ما يحصل في العراق، ومن ثم تحولت هذه المبعوثة إلى منغمسة حقيقية في الوضع السياسي العراقي. ومن ثم هي لم تلتزم فقط في أن تكون منغمسة في الوضع السياسي الدستوري، إنما تعدى ذلك إلى الالتقاء بالميليشيات. الأكثر من ذلك أنها تناقش ملف الانتخابات العراقية في إحدى الأيام مع إيران، وأنا حقيقة أستغرب لهذا الموقف، وهنالك كثر لديهم ملاحظات كثيرة على أداء المبعوثة الأممية. حقيقة نطالب الأمم المتحدة بشكل واضح وصريح أن تعيد وجهات نظرها بشأن أمرين مهمين، بشأن مبعوثتهم داخل العراق، وأيضا بشأن وجهة نظرهم تجاه العملية الديمقراطية التي نعتقد بأنها عملية ديمقراطية مشوهة حقيقة. طيب أستاذ مازن، يعني على ما يبدو أنه هناك تشكيك وأكو أسباب لهذا التشكيك في دور ممثلة الأمم المتحدة بالعراق بلاسخارت، مقابلاتها مع قادة الميليشيات مثل ما يقول زايد، زيارتها إلى إيران، ما ريتها تكون شاهد زور مثل ما يقول دكتور غسان العطية. هذه الأسئلة تستحق هاي الهاشتاغات اللي يطلقها الآن شباب الاحتجاجات. توافق هذا الكلام أم لا؟ مساء الخير أستاذ عدنان، تحية لك ولمشاهديك ولضيفيك الكريمين، شكرا على هذه الفرصة. يعني واضح أنه هنالك ازدواجية في التعاطي
مع أداء ونشاط بعثة يونامي، يعني الأخوة ينتمون إلى جهة وإلى إلى يعني فريق يطالب أن تكون يونامي صوتا على الدولة العراقية، على الكتل السياسية، من باب هم يدعمون مثلا تقرير يونامي الأخير حول المغيبين وحول الاغتيالات والاستهدافات والتضييق على الحريات والناشطين السياسيين، ومن باب هم يعترضون على حول انخراط بلاسخارت وتحويل الأزمة إلى أزمة شخصية، أنه البلاسخارت ما تعجبنا بدلوها لأنه تبحث مع الكتل السياسية حول الانتخابات. مزاجي أنا أقول أنه الأخوان اللي يمثلون يعني صوت أو توجه معين، أنه عليهم النزول من بغلة المثاليات إلى الواقع. الأمم المتحدة بالتالي مهما على سلطتها، هي بالتالي جهة اعتبارية هدفها تقليل الخسائر. يعني نفس الضيف الأستاذ غسان هو حاضر في كل الانتخابات ومواكب للعملية السياسية منذ 2003، وشاف دور اليونامي بقوانين الانتخاب، بعض القوانين المفصلية، بالتالي هي جزء من بناء العملية السياسية. أنا شخصيا أعتقد أنه يعني بلاسخارت يعني على طول الخط، يعني ما عندي هالازدواجية، أنا أقول أنه بلاسخارت ودور يونامي هي جزء من الفوضى السياسية التي يعيشها العراق، جزء من تشويه النظام السياسي. حتى يعني بالنسبة لبلاسخارت، يعني الأخوان ينتقدون بلاسخارت لأنها التقت زارت إيران والتقت مثلا بالأخ أبو فدك، ما هي يعني قبل كوبيتش زار إيران، وكوبيتش التقى مثلا بحارث الضاري، وهذا عملهم، هو يقول لك أنا عملي ألتقي مع الكل، مع كل الأطراف صاحبة التأثير على الأرض لتقليل الخسائر. بالتالي هذه هي نوايا مهما شككنا بها هي نوايا طيبة. بالتالي أما الحديث عن بلاسخارت، فبلاسخارت هي يعني لم يتضخم دورها ولم تتعدى صلاحياتها إلا بضوء أخضر من الطبقة السياسية أو الحكومة، التشكيلة الحكومية الحالية، يعني من الرئاسات. بعد يوم من محاصرة الخضراء تلتقي بأبو فدك؟ بعد يوم شوية، شنو المشكلة؟ يعني السفراء يلتقون بكل الوزراء وكل المؤثرين، يعني شنو المشكلة؟ بالتالي أكو أزمة وأكو أطرافها يلتقون بأبو فدك، بالعامري، بالمالكي، بالكاظمي، الكاظمي التقى بالمالكي، شنو المشكلة؟ يعني وشنو المشكلة إذا كان الهدف هو يعني نزع فتائل التوتر؟ أما إذا البعض يريد أنه صب الزيت على النار وإشعال البلد وتوتير البلد وأخذ البلد إلى صدام اجتماعي وحرب أهلية، هذا شأنهم. هنالك حرص، سواء كان شئنا أم أبينا، اختلفنا ما اختلفنا، هنالك حرص على نزع الفتائل وتبديد التوتر. طيب هنالك مصلحة للجميع إقليمية ودولية لإجراء الانتخابات. بس اعطيني هاي شوية، بس نص ثانية، يعني نص دقيقة. هنالك إصرار دولي، سواء كان إيران أمريكا، لإجراء الانتخابات بتوقيتها، سواء كانت التنظيمات التشرينية قبلت بهذا أو لا، التنظيمات المدنية اللي يمثلهم الأستاذ العطية قبلت بهذا أو لا، هنالك عجلة تمشي سواء قبلوا أو لم يقبلوا، هو بالتالي هذا مسير. سؤالي أقول ممكن تفهم أنه دور ممثلة الأمم المتحدة بلاسخارت في لقاء الأطراف المختلفة المتضادة في دول مثل أفغانستان مثلاً، الصومال، هذه الدول التي ما بيها دولة ديمقراطية، ما بيها برلمان، ممكن تروح، بس في دولة مثل العراق بيها برلمان تروح تلتقي مع قادة ميليشيات، وقادة ميليشيات مدعومين من إيران علناً، وبعض هذه القيادات. من قادة ميليشيات عدنان؟ يعني رئيس أركان هيئة حشد، يعني مسؤول أمني رفيع. شنو ميليشيات؟ مسؤول بالدولة رسمي، مو ميليشيات. شنو ميليشيات؟ مع هذا أقول لك أنه كوبيتش اللي سابق ممثل اليونامي سابقا التقى بحارث الضاري، وحارث الضاري معروف شخص إرهابي وغير حارث الضاري، وأيام 2006 و2005 كانوا يلتقون بالقاعدة وفلول البعث وغيرها. بالتالي هو هذا وظيفته، هو مبعوث أممي دبلوماسي جاي يستمع لكل وجهات النظر. فأنت ليش تستكثر؟ يعني إذا التقى بطرف آخر، يعني مثلا مدى يلتقي بالناشطين ويستقبلهم ويجتمع بيهم في بغداد، في أربيل، في سليمانية، شنو المشكلة؟ بالتالي إذا كان الهدف تبريد الأجواء وتبديد التوترات، شنو المشكلة؟ هذا شخصية سياسية، مسؤول أمني،
ما شنو المشكله؟ انا استغرب من هذا السؤال. هو السؤال هنا انه لماذا اعطاء بلاس خارت هذا الحجم؟ طيب هذا سؤال اخر انا ممكن اناقشك فيه. هذا نرجع له خطورته وابعاده الان نرجع له، بس اقول حتى نكون موضوعيين وحيادين. دكتور غسان، انت تحدثت عن لا تكون الامم المتحده شاهد زور بالعراق، بس الامم المتحده كانت فاعل خير عندما ساهمت في هدنة بين الفصائل والأمريكان في نهاية العام الماضي، هاي ما ناسيها احنا، وبلاس خارت هي اللي ساهمت في هذا الموضوع. انا سعيد بما سمعته من الاخوان من اراء ناضجة ومسؤولة. اللي السؤال قبل اتكلم واتكلم الان كدبلوماسي سابق، أخوان، المهم أن وجهات النظر أن تصل إلى الأمم المتحدة. إحنا الآن أخوان التشرينيين أو الأحزاب أو غير ذلك هم مقصرين، نضطرينا كمستقلين كأشياء أن نكتب مذكرة ونرسلها وسمعوا والناس تتأثر وسمعوا انتقاداتنا اللي ذكرتها. اليوم لما ضعوا نفسكم مقاماً، علينا أن شلون نكسب الأمم المتحدة ونقنعها. إذا يأسنا من دورها نهاجمها، لكن إلى الآن هناك أمل. والتحول الأخير بالذات من يونامي إيجابي، وهو لما طالبت البارحة من القضاء أن يخبرهم ما الذي تم ب 49 اسم معتقل وبتحقيقات الاغتيالات. الخطأ المسؤولية خطأ من الجانب الآخر. أعطيك التالي: السيد العبادي يدري الانتخابات مزورة، بس يونامي والأمم المتحدة قال أكدوا إليه إذا رفضت الانتخابات ستحصل حرب أهلية بين الشيعة والشيعة، وبالتالي العراق ينزلق بحرب طائفية، مو طائفية، حرب أهلية، وبالتالي الرجل حقنا للدماء سكت وتحمل. الآن هذا حقيقة اللي صارت. الآن الكاظمي كذلك أمام التخويفة من أن راح يصير قتال ويصير كذا، بهالحجة لازم يغض النظر عن سلوكيات سيئة من قسم عراقيين رابطين مصيرهم بدولة أجنبية. الآن إحنا علينا أن نقوم بدورنا، بالذات أتوجه للشباب، لو الشباب الطيبين ان يوحدون نفسهم. يعني دكتور، اذا 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 تعتقد هذا دور يونامي في العراق فدور لا خير فيه، تسكين. أيه هذا انا بالضبط يعني بالمناسبة الامم المتحده هم يقولوا، والاخ مازن قال كلام سليم، ان هذه عندهم ما يسمى مانديت، عندها تخويل محدد. ما راحت الى طهران دون علم الامم المتحده، بدون علم الامين عام للامم المتحده. هاي يجب ان تعرفوها، ما يتصرف الموظف بكيفه، هي موظفه. احنا لما عندنا انتقادات علينا ان نوصلها. احنا المتظاهرين والشعب الساخط مقموع، الان كيف نوصل صوتنا؟ دكتور، الآن أريد إجابة واضحة ومباشرة من حضرتك. إحنا بلد به مشاكل كثيرة، وهو يعاني من معضلة سياسية ومشكلة طائفية كبيرة. عندنا الأمم المتحدة حضورها جدا مهم. الآن أنت تشكك لي بحضور الأمم المتحدة، بمن أثق بعدها؟ هذا كلام به. العمل السياسي هو مطاولة، وجولة أولى، جولة ثانية، جولة ثالثة، وهكذا. ويتغير المبعوث الأمم المتحدة كما تغير في ليبيا وغير مكانات، هذه حقيقة قائمة إن يعرف الدهاليز الأمم المتحدة. أنا نصيحتي أن كيف نأتي بشكاوى محددة حرفية ويشكل الشباب وفد، وهذا الوفد يتكلم بحرفية، مو يتعارض، يتكلم بحرفية، يزور يونامي ويشرح لهم. لا بل أكثر من ذلك، والآن نحن في هذا المجال، كيف
نصل نيويورك بوجوه عراقية مو حزبية مو محسوبة على هذا وهذا، وإنما يشرحوا الموقف إلى الأمم المتحدة في الأمم المتحدة. أخوان هذا عمل يجب أن نعرفه، تتوزع الأدوار. هذا ممكن يتوجه إلى زاي، هذا ممكن يتوجه إلى أوان اللي أعرفه قبل يومين أو ثلاثة صار هيك اجتماع بين الشباب الاحتجاجات وبين شخصيات في بس سؤالي أنه أنتوا شو تريدون بالضبط من الأمم المتحدة زايد، يعني كشباب متظاهر كحركة احتجاجية أكو واجب أكو مسؤوليات، زيارة إلى أبو فدك، زيارة إلى طهران، هذا جزء من عملهم من مسؤولياتهم، ليش أنتوا طلبتوا شيء من عندهم مثلا وما استجابوا؟ بارك الله بك. يعني حقيقة أستاذ عدنان وبرد بسيط على ما تحدث به السيد مازن الزيدي، ابتداء هو اتهمنا بنوع من الازدواجية في التعاطي مع سلوكيات السيدة جنين بلاسخارت، وحقيقة يعني هو أشاد بأدوارها ويعتقد بأنها لها دور طبيعي وهي تؤديه، ومن ثم في الجملة التالية يقول بأن السيدة جنين بلاسخارت هي جزء من مشهد الفوضى الذي يعم على الطبقة السياسية. أنا لا أعرف أين التناقض، هل في كلامنا أم في كلامه؟ هذا اولا. ثانيا يعني يحاجج بدور السيده جنين بلاسخارت، ما شخصت الموضوع عزيزي زايد، انا شخصت نعم. انا تحدثت عن دور نعم. ينامي المشارك بتشويه العمليه السياسيه لانها كانت مشرفه على قوانين الانتخابات ومواكبه العمل العمليه السياسيه، هذا التوضيح. تفضل زايد. عظيم، كمل. عظيم. يحاجج أيضا بدور السيدة جنين بلاسخارت وبأنها تحاول تهدئة الأمور، متهما ولو ضمنا بأننا نحاول جر البلد إلى الفوضى من خلال دعوات بلاسخارت لعدم التدخل. نحن من نجر البلد إلى الفوضى، نحن الناشطين الذين سلاحنا الوحيد هو منشوراتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، سلاحنا الوحيد أن نتظاهر بالأعلام العراقية، نحن الذين نتهم بالفوضى، ليس الذين يعني يأتون بسيارات مدججة بالسلاح وبأحاديات ويهددون السلم المجتمعي ويهددون ويتوعدون علنا بإهانة، وحتى هنالك دعوات من بعض الإعلاميين وذهبت إليهم بأن يجب قتل رئيس الوزراء. تخيل واللي سميتها منفلتة هي اللي ساهمت في لقائها مع أبو فدك بسحب هذه القوات من المنطقة الخضراء. هذا ليس عمل السيدة جنين بلاسخارت، مع جل احترامي وتقديري، هذا عمل الدولة والقوات الأمنية التي يصرف عليها مليارات الدولارات سنويا من جيوب العراقيين، القوات الأمنية التي لا تتردد في تهشيم جماجم المتظاهرين في ساحة التحرير وبقية الساحات، هذا دورها لأن تفرض اسم وهيبة وشكل الدولة الحقيقي، لا أن تفرضها على متظاهرين عزل وحقيقة يعني تتغافل عن يعني بعض او هذا السلوك الذي شاهدناه حاضرا امام المنطقه الخضراء هذه. اما بالسؤال لمساله ماذا ننتظر من السيده جنين بلاسخارت، فحقيقه ننتظر منها تبيان حقيقي في جلسات مجلس الامم المتحده عن الانتهاكات الحقيقيه وجرائم القتل والاختطاف والتغييب القسري والإشارة لهذه الميليشيات. أنا قرأت البيان الصادر عن بعثة يونامي، هو يشير لهذه الجهات بأنها جهات مجهولة وغير معروفة الاسم أو التوجه أو غيرها، بينما الشباب الاحتجاج وبعض الوكالات وكثير من العراقيين يعرفون بأن هذه ميليشيات معروفة بالاسم وبالأشخاص. حادثة بسيطة مثلا على سبيل المثال، حادثة السجاد العراقي التي يعني الجهة الخاطفة أو الشخص المختطف معروف الاسم، الجهة التي ينتمي لها معروفة، المكان الذي يختبئ فيه معروف، الحادثة وقتها معروف، كل المعلومات. بس لا يكون عندنا فهم مخطئ لدور بعثة الأمم المتحدة بالعراق. لا استاذ عدنان، دور يعني انا شخصيا اعي جيدا دور الامم المتحده، دور الامم المتحده ان تراقب سير هذا النظام السياسي، ان تؤشر على مواطن الخلل الموجوده، ان تؤشر على الانتهاكات التي تحصل تجاه المدنيين والعزل، ان تراقب وتسير وترفع تقارير حازمه وحاسمه للامم المتحده ولمناقشتها واصدار توجيهات حقيقيه تلزم الحكومه بالكف وبالنظام السياسي الذي جزء كبير منه هو الجناح الميليشياوي الذي يهدد الناشطين والفاعلين في الحراك الاحتجاجي. بلاسخارت ما تقدر تطلع لكم سجاد. يعني استاذ
أستاذ عدنان هي لا تستطيع، هي واقعا لا تستطيع، لكنها تستطيع رفع توجيهات وتوصيات حقيقية بأن هذا النظام الموجود في العراق هو نظام حقيقة مشوه، نظام غير ديمقراطي، لا يعني يؤسس لديمقراطية حقيقية، على الأقل بأنهم يؤشرون على أن هنالك انتخابات، ستجري انتخابات في ظروف غير آمنة، يجب على الأمم المتحدة أن تمارس دورها في الضغط على النظام السياسي من خلال عقوبات أو من خلال توجيهات و غيرها من الأمور يعني محاولة تصحيح ما يمكن تصحيحه من هذا الوضع، أما أن تكون شاهدة فقط على ما يحصل من جرائم ومن انتهاكات بحق المدنيين حقيقة نعتقد بأنها متماهية، بل وبعض الأحيان نذهب لما هو أبعد من ذلك ونعتقد بأن المبعوثة الأممية هي منغمسة في هذه العمليات وهي جزء من عمليات الفساد التي يتحدث عنها الكثير بين النظام السياسي وبين بعثة الأمم المتحدة في العراق. طيب خليني أسأل شيء هذا الموضوع بعدين نرجع على يعني مثابة عندنا أنه علاقة الأمم المتحدة بمواضيع الفساد، بس خليني أسأل شيء لمازن، ليش مثلا قادة الفصائل يعني يستقبلون جنين بلاسخارت يعطوها مثلا المواثيق ويعقدون وياها الهدنة في حين هم بعيدين جدا مثلا عن حكومة العراقية؟ هو الكاظم منين يا جماعة؟ يعني ليش هذا البون الشاسع، هاي الفجوة بين التعامل بين أبو فدك وقادة الفصائل مع الكاظمي؟ لا، التعامل مع بلاسخارت صار أقرب من التعامل مع الكاظمي، صارت وعود بلاسخارت أكثر ثقة من ثقة الكاظمي، عجيب هاي القصة. يعني هذا السؤال ممكن توجهه لبلاسخارت، بس انا اعتقد انه حسب المعطيات اللي عندي الدور اللي مارسته بلاسخارت مع قادة الفصائل اللي تحدث عنهم اعتقد هو كان له علاقه بتكليف امريكي بخصوص الاستهداف الاستهداف مجهول الفاعل على 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 السفاره الامريكيه، والكل كان يعني الامريكان كانوا يتهمون انه الحشد او الفصائل او فصائل بعينها، فكانت هذا صلة الوصل، بالتالي كانوا يضغطون على الكاظمي يطلبون من عنده يوقف هذا الموضوع، ما قدر وفشل بهذه المهمة بسبب أنه هو تبنى الموضوع الصدامي، ما فات بلغة الحوار وبالقنوات اللينة مع الكاظمي، وكانت معروفة قصة قصدي كان ينقص الحوار، بلش الحوار بالبعيثة ووصلنا القاسم مصلح مثلا، تعرف انت القصة. بس انا خلي احكي قصة، يعني اذا كان مطلب يعني جماعة تشرين انه يعاقب البلد ويعاد الى حقبة العقوبات لسبب واحد انه واحد من زملائهم قتل في ظرف غامض، هذا مشكلة، يعني احنا نحكي عن جيل يريد وطن، يريد شيء مختلف. طبعا هذا للاسف هذا المطالب تتردد صداها عند بعض القيادات والوجوه التشرينيه اللي بها جانب من التحريض على الدوله، يعني بالتالي بلد يعني الكاظمي او فلان او فلان هذا 4 سنوات سنه سنتين يخلص. هذا الشيء خطير، تطور خطير بالخطاب التشريني، بالتالي هم واصلين الى مرحله يعني عدميه، وهذا امر سيء جدا. هم عندهم ملاحظات على بلاسخارت فلتكون، يعني بالتالي هم لهم حق لهم صوت، بس لا يعتقدون انه بامكانهم ان يفرضون على الامم المتحده، الامم المتحده لها قنوات خاصه، انا مو لست مدافع عن الامم المتحده، يعني انا عندي معطيات عن اداء بلاسخارت وانه طيب شلون تفسر دورها بها وشنو صار هاليومين، شنو تفسر انه دائما الانتقادات للامم المتحده اللي ممثله الامم المتحده تصدر من الشباب المحتجين، ماكو اي انتقادات لها من قبل الفصائل وقادة الميليشيات، شو تفسره؟ يعني هم انا اقول يعني كعراقي كمواطن كصديق كحريص انه على الاخوان، انه بالتالي اذا انت عندك نقد وجهه الى زملائكم وحلفائكم برهم صالح مصطفى الكاظمي وفريق الاستشاري اللي هم اصدقائكم وتبنوا تاجيل الانتخابات بعدين عافوكم وتبنوا الانتخابات، لا بالتالي احنا نحكي بمنطق يعني واضح، يعني انا ما اجاوب على اسئله افتراضيه ابو عمار، هذا الموضوع يعني المفروض هم يخلون هذا الامر نصب عينهم، يعني هم المحتجين يعني ابتلوا، يعني نزلت النقمة من السماء عليهم عندما تم اختيار مصطفى الكاظمي بناء على اتفاق بين السيد الصدر وهاد العامري، وتم لا الاتفاق على أن يكون برضه، يعني لا لا النقمة لا لا نزلت لا عليهم لا لا, لا لا أقصد
لا أنا أقصد أنه إذا يريدون يأثرون بخطابهم وبمطالباتهم فمصطفى الكاظمي وبرهم صالح أقرب لهم من بلاسخارت. بلاسخارت موظفة دولية ما لها علاقة بالوضع الأمني بالوضع السياسي، يعني بالتالي تسمع تستلم طلبات هم كانوا يستقبلوها وصفقوها بساحة التحرير. بعد يومين ثلاثة من التقت بأبو فدك تم شيطنتها وسموها الخالة وما أعرف شنو. هذه دلالة على سذاجة بالأداء السياسي، انعدام رؤية، انعدام أفق للأسف. يعني أنا سألت زي عن 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 بلاسخارت هذا الكلام سألت زي أنا أتمنى من عندك أتمنى من عندك أنه تفتح ملف بلاسخارت. بلاسخارت جزء من الفوضى الآن، تطرح إقالة الكاظمي، تطرح استبعاد الكاظمي، وهذا أمر يعني في غاية الخطورة، في 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 منتهى الخطورة. يعني احنا مكان ما تهدئين الوضع السياسي تطرحين سيناريوهات سوداء مظلمة لزيادة التوتر. بس خليني أسأل هذا الشيء الأستاذ غسان، كثير علامات استفهام. بس خليني أسأل هذا الشيء الدكتور غسان، انه طبعا هذه معلومة لك يعني جديدة، يعني معلومة الآن بلاسخارت تتبنى خيار إقالة الكاظمي واستبعاده بسبب انتقادات التشرينيين. بس خليني اسال، وهذا ما تسبب بقطيعه بين بلاسخارت والكاظمي. خليني اسال استاذ غسان، انه التشرينيين بعد معلومه لك يا ابو عمار مو راح احكي بيها. شلون احكي لك استاذ غسان؟ يعني بعد المقابله اللي حصلت بين بلاسخارت وابو فدك حصل تشكيك في دور البعثه الامميه بالعراق. يعني ما تشوف انه التشرينين رايحين زايد في هذا الانتقاد؟ واليوم عندنا مجموعه من الهاشتاغات اللي تنتقد بلاسخارت. تفضل. شكرا. اولا للاخوه مازن وزيد، ما اعتقد هناك خلاف، كل راي يكمل الثاني. زين، راي سيد زايد يجب ان يسمع ويجب ان يقال، وغضب يجب أن يوصل للأمم المتحدة. والطرف الثاني سيد مازن ما يقوله حتى يبقي الباب مفتوحة للحديث، أنا ما أقدر أسبك وهاجمك وأقعد وياك، فلا بد أن شخص يلعب دور الشرط الجيد والشرط السيء. أنا أعتقد كليهما يكمل واحد. اللي أبين لك إياه الآن، هذه موظفة بالنسبة إلها النجاح، هي موظفتي تنجح وكانت وزيرة وكانت كذا، هذه السؤال احنا كيف نؤثر عليها، كيف نوصل رؤيانا. فأنا أتصور لو السيد مازن والسيد زياد مع مجموعة من يمثلون الحراك الشعبي يلتقوا بها تسمع موقف السيد دكتور مازن. ما مثل الحراك الشعبي آسف جدا، لا لا أنا ما لي علاقة بالحراك الشعبي، أنا ما لي علاقة بالحراك الشعبي، يعني حتى لا يكون سوء فهم. ما خل لا لا أوكي. أنا كاتب ومستقل ما له علاقة. لا عزيزي لا الكاتب منحاز، لا تقول لي ما لك علاقة. شلون ما لك علاقة؟ أنت عراقي لو سويسري، يعني أنت عراقي. لا عزيزي لا أنا ما محسوب على الدكتور. دكتور يا قوة أستاذ الدكتور غسان، ما له علاقة بالحراك، خلي منحاز الأب بس ما له علاقة الرجال. أدري ما لك علاقة، هو المشكلة منحازين للعراق أكيد عزيزي. المشكلة التشرينيين ما موحدين، لو موحدين إيه يعني تسمع آراء مختلفة. الانتقاد يوجه لهم من الأمم المتحدة ومن العالم كله، يا شباب يا ثوار اتحدوا، 700 شهيد دماءهم راحت، على الأقل اتحدوا، على الأقل تطلع قيادة موحدة، مو يطلع واحد يقول أنا ما لي علاقة بهم، هذا مو صحيح. المفكر والكاتب منحاز بفكرة، لا وجود لفكر حيادي، ما مؤر قضية تكون. طيب يساري برأيك ممكن يونامي تشترك في قصة المطالبة بتغيير حكومة الكاظمي؟ ممكن يونامي تشترك بهذا الشيء؟ أنا أشك الإشاعات كثيرة. هذا مو من حقها، هي راحت إلى مجلس الأمن وقدمت ومددوا وجودها، فهي عليها ضغوط، الروسي يقول كلام، الصيني يقول كلام، الأمريكي يقول كلام. المشكلة إحنا غايبين. أنا التيار اللي يمثل السيد مازن واللي يمثل زياد هذا غائب، إحنا لازم نرتب أمورنا ونوصل رأينا. أنا
باسمي وباسم كثير من الناس ادعوك، اتمنى ان تدعي جنين بس الى ندوه تلفزيونيه بهذا الشكل، ويكون مترجم او يكون باي لغه. نريد الان ان نكسبهم نقنعهم. اما اذا ياسنا ياسنا مثل ما تيار عراقي قال الانتخابات فاشله ونحن نقاطعها، كذلك اذا وصلنا قناعه. طيب انا ارجعك الى بدايه كلامنا، إذا أنت كنت تشكك في دور بعثة الأمم المتحدة وقلت إحنا ما نريد من عندهم يكونون شاهد زور، يعني تتخيل أنهم مقابلة مقابلتين ممكن يغير دور الأمم المتحدة اللي ممكن يقولون خلاص خلي نكون شاهد زور على أساس لا تقع حرب أهلية طائفية بالعراق، خلي الانتخابات تنتهي، خلي التشار ذا ينقتون من عندهم لأن أكو هدف أسمى هي الاقتتال الطائفي. بالضبط، أنت وضعت إيدك على الجرح. نعم الجو الأمريكي، وأتكلم من 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 معلومات وليس اجتهادات، الكل يريد تحاشى الصدام، وخاصة الآن في مفاوضات جنيف فيينا على السلاح النووي. لا إيران تريد تصير معركة في بغداد وينتقدوها وتخسر دورها، والتالي الجولة اللي كسبها الكاظمي باعتقال قاسم مصلح لعبت بدون شك، الوضع الإيراني لعب دور أن إذا تركت العناصر المرتبطة بها على راحتهم معناته يورطون إيران بمشكلة تنعكس عليهم في فيينا. طيب. هذا الوضع عرفوا يخدمون نفسهم. أنا كل كلامي اللي تفضل به سيد مازن وسيد زياد يكملوا بعضهم البعض. سيد مازن يقول لهم انتم حرفيين وانتم كذا، احنا نحترمكم ونقدر، لكن ليش واحد اثنين ثلاثة أربعة وتواجههم بحقائق؟ بالضبط مثل ما واجهت هي السيد العبادي، قالت له إذا ما تقبل بهالانتخابات على تزويرها ستدخل بحرب أهلية، فالرجل تراجع. هل حلت المشكلة؟ ما حلت. أنا أحول هذه الورقة بيدي مرة ثانية، لا تضغطين على الكاظمي أن لا يقوم كذا. أستاذ غسان هذا بالجيش العراقي يقولون اللي يمنعنا من أن نلعب دورنا بالسيطرة على الساحة هو الكاظمي بحجة ما أريد نزيف دم. والثاني يوم مو ألوم جنين، ألوم الكاظمي اللي يروح يم أخونا المالكي ويقعد وياه ويقول والله إحنا اتحاشينا الفتنة. أي فتنة؟ انت راس الفتنه. طيب استاذ غسان بس يعني اتمنى انه بالمقابلات المقبله يعني يا ريت تغير لنا السماعه شويه، ما اعرف اكو مشكله بالصوت حاسين بها من ال الان تسمعني؟ ما اعرف، اتمنى هسه الصوت افضل. بس خليني اسال شيء الاستاذ زايد ونرجع لك. سؤالي زايد انه انتم عندكم مجموعه مطالب للممثليه الامم المتحده، انتم قاعدين مثلا مفكرين بهذا الموضوع؟ استاذ غسان يقول انتم لحد الان منقسمين سياسيا، ما عندكم مثلا وجهه نظر، ما عندكم حتى مطالب محدده ممكن ان تعرض الى عندكم اتهامات، انتم شطار بالهاشتاجات وشطار بتشيطنون الواحد وتطلعوا له صور تضربونه اكس، اما تقدمون مطالب لا تعذرني. والله يا استاذ ابو عمار اعتقد شطار بالهاشتاجات والصور تنضرب اكس افضل بكثير ان نشيل احاديات ونهدد الدوله، هذا يكفينا، احنا نعتقد انه احنا اناس سلميين وسنبقى على هذا الخط. هذا بس احتاج لامرين حتى اكمل مداخلتي. الاول ابو عمار ان تنطيني الوقت الكافي اسوه بالبقيه، والثاني انه السيد مازن ما يقاطعني لانه انا استمعت لمداخلته كامله وما قاطعت رغم كم الاتهامات. طيب ابتداء يتحدث عن انه انا تحدثت او انا وشباب تشرين نحرض على هذه الدوله بسبب شخص واحد، في إشارة لاستصغار هذا الشخص الذي هو سجاد العراق، والذي أنا وصفته ليس لأنه سجاد العراق ولا لأنه شخص، بل لأنه ممثل عن 12 ألف مختطف وعن 800 شهيد وعن 22 ألف جريح ومعوق. هذا أولا. إذا نجي على مسألة ومعادلة الشخص واحد، ففي أمريكا مثلا بسبب شخص واحد الذي اسمه فلويد قامت الدنيا ولم تقعد، المحاكم ووسائل الإعلام والدولة رجت رج حقيقة بسبب شخص واحد. خاشقجي الإعلام الإخواني
الإيماني والولائي، يعني حقيقة أقام الدنيا ولم يقعدها بسبب شخص واحد، وعقوبات دولية على النظام السعودي، وهنالك تحركات كبيرة في الكونغرس وفي مجلس الأمم المتحدة لإدانة السعودية بسبب شخص واحد. نحن نتحدث عن سجاد العراق، والحديث ليس فقط عن سجاد، إنما عن 12 شخص، 12 ألف مختطف، و 20 ألف مصاب، وحقيقة 5000 منهم بعوق دائمي، و 800 شهيد. كل هذه الأمور لا تدعو الأمم المتحدة لأن يلفت النظر تجاه العراق، لأن يفرض عقوبات. نعم ندعو لأن يفرض العقاب، يعني العفو، الأمم المتحدة عقوبات ليس على الدولة العراقية، ليس هذه دعوانا، إنما على النظام المتمثل بالميليشيات المسلحة، وعلى قادة وزعامات هذه الميليشيات، وعلى المتنفذين المسؤولين عن هدر دماء وأموال العراقيين. نحن أول من احترمنا هذه الدولة، وأكثر من احترمناها نحن. وأيضا لو نعود لفرضية الشخص الواحد، بسبب شخص واحد 40 سيارة مدججة بالسلاح أهانت الدولة. نحن لم نحرض على الدولة بسبب شخص واحد، إنما نطالب للأمم المتحدة أن تنظر إلى العراق، بينما هم بسبب شخص واحد متهم. هسه أنا لا أتبنى، لكن الدولة تقول بأنه متهم بالإرهاب. تم مقابلة شخص لكم متهم مع جنين بلاس خالد. 40 سيارة من سيد استاذ عدنان، المهم ان نركز على هاي، متهم بلائحة إرهابية من قبل الدولة، ليس من قبل الناشطين. قامت الدولة بإلقاء القبض عليه، 40 سيارة من سيارات الدولة، ومن جنود من يأخذون رواتب من الدولة، يتعدون ويهينون الدولة وقواعد الدولة. ليش أبو فدك؟ هذا بسبب شخص واحد أيضا. ليش أبو فدك اللي تنتقدوه راح صوتي؟ ليش أبو فدك اللي تنتقدوه يلتقي ببلاسخارت وأنتم ما تلتقون بيها؟ ليش؟ إيش بيكم؟ والله حقيقة يا أبو عمار، هي إحدى يعني مداخلاتنا حول هذا الموضوع، أنه الأمم المتحدة من المفترض تلتقي بمن؟ هنالك خطين واضحين للأمم المتحدة، أما السياق الحكومي وأما السياق الشعب المدني الأعزل كصحفيين وكتاب وناشطين وفاعلين وغيرها. لكن اللقاء بسياقات وبشخوص وبمؤسسات خارج نظام الدولة أو خارج سياق الدولة، هذا أمر حقيقة مستغرب، ويدعونا للشك بأن هذه المنظمة تقود يعني حقيقة تحركات مريبة وغير واضحة، ولا تمت لي صلاتها، ولا تمت لي دورها الحقيقي بصلة في العراق. يعني أستاذ أبو عمار، إحنا نتهم بالتحرير على الدولة مثلا، تنزلوا وياكم للتحرير حتى تثقون بها؟ يعني أستاذ أبو عمار، نعتقد أنه أولا على الأمم المتحدة وهي لديها كافة الوثائق، لا تحتاج أن تلتقي بنا. اليوم نحن نعيش في عصر السرعة والتكنولوجيا والتطور، مشاهد القمع والاغتيال والانتهاك واضحة ومشخصة وموثقة ومرسلة إلى الأمم المتحدة، لا تحتاج أن تلتقي بي أو بغيري. هذا وإن كان الأمر طبيعيا، ولكن لا حاجة لذلك، لديهم كامل الوثائق ويستطيعون التحرك ويقودون حراكا دوليا لإعادة النظر بشأن النظام العراقي، بشأن العملية السياسية في العراق، هذه العملية السياسية الفاسدة التي لا تنتج حلولا حقيقية، إنما تنتج تدويرا لنفس أو تدور لنفس الفاسدين والمجرمين والقتلة حقيقة. هذا ما عليهم القيام به. أستاذ مازن، يعني دكتور غسان، ممكن أرجع لك إذا توفر الوقت، بس أرجوك الأستاذ مازن السؤال. يعني أستاذ زايد يتحدث أنه الأمم المتحدة تمتلك الصور، تمتلك فيديوهات، تمتلك وثائق، تمتلك شهادات. احنا نريد موقف من هذه الممثلية بالعراق، ما نحتاج انه هذه الممثلية تغطي وتروح تعقد هدنة وصفقات ولقاءات ليلية بعد منتصف الليل، لقاءات وزين، وبعدين تظهر لنا في بيانات ما معروف شكلها، اكو شباب تموت، واكو شباب تختطف، واكو شباب باكر تطلع وتموت ايضا، فاهمني؟ فدور ممثلية الأمم المتحدة عليه ألف استفهام لصالح تعرف صالح منه؟ نعم، ما أكو واحد. نعم. أحزاب الصوت. نعم، لصالح أحزاب الصوت. عموما أنا مو متحدث باسم يونامي ولا باسم بلاسخر، بس أقول لك أنه المشكلة التنظيمات التشرينية أن هم أشتات، فيريدون من بلاسخارت تلتقي بكل واحد 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 على حدة، على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف توجهاتهم. واحد يريد يهاجم
مقرات المفوضية، وواحد يريد ما أدري شو يسوي، واحد يريد يستدعي شكل مقاومة سرية، واحد يريد يفرض عقوبات دولية. بالتالي هاي خيارات عدمية غير مسؤولة عنها الأمم المتحدة ولا تقدر تقرب لها. بس أنا يعني بحسب المعطيات والأخبار المنشورة يلتقون الأمم المتحدة، جزء من شغلها يلتقون بالناشطين الفاعلين متواصلة، يعني هم يعني يوصلون مطالباتهم، وبما فيهم يعني برهم صالح والكاظم يلتقي بهم، كلهم موجودين يعني على اختلاف التوجهات موجودين ويشرون صورهم بلقاءاتهم الخاصة. فهذا الأمر موجود، أما ما أعرف أنه شنو السبب أنه يعني. بس أنا أقول لك شيء، أنا ما خليت أكمل الخبر اللي قلت لك إياه، المعلومة أنه بسبب ضغوطات التشرينيين وأحداث 25 آيار دفع هذا الموضوع بلاس خارت للضغط لإبعاد واستبعاد الكاظمي. فإحنا رايحين اللي بسبب هذا الضغط أكثر من هذا شو نسوي؟ يعني شوف أنت إحنا وين واصلين إلى الخيارات العدمية المظلمة، يعني بسبب الضغط وبسبب الشيطنة اللي يقوم بها البعض أو الانتقادات المبالغ بها، سيكون قد يكون محق أو غير محق ما أعرف أنا. بس هو هذه معلومة لو هذا السيناريو العدمي. لا لا معلومة، أقول لك معلومة تذكية، معلومة أنه الآن تتحدث عن هذا الموضوع وتسببت بمشكلة سياسية. يعني هذا عرضته على هذا الأمر، تم عرضه على زعماء سياسيين بما فيهم من معارضي الكاظمي، ويعني تم استقبال هذا الأمر بريبة أنه أنت وين رايحة. بالتالي إحنا عندنا مشكلة ممكن نحلها، ممكن نتفاهم، نوصل إلى دكتور غسان. دكتور غسان يقول ليس من صلاحيات ممثلية الأمم المتحدة بالعراق. لا عزيزي، لا لا لا، إحنا مشكلتنا بلاس خارت تم إعطائها حجم أكبر من حجمها، وقامت تتدخل بطريقة مو صحيحة. يعني شنو هي دورها من تنطي رأي بالحراك؟ مو بس هي، السفير البريطاني والسفير الكندي والسفراء اللي قاموا يتدخلون حتى بشياكل العراقي، دولمة لو مكبوسة، لو بانية، لو اسم الله علي ما يتدخل. تدخل وصل إلى مراحل كبيرة 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 يا أبو عمار. فبلاس خارت شافت أنه ماكو دولة، ماكو رجال دولة، ماكو السفير الإيراني من يوقفها عد حدها. بالتالي إحنا عراقيين نتفاهم. سفير الإيراني مازن شبيه يتدخل ما يتدخل؟ لا تقول لي ما يتدخل. هسه يتدخل يتدخل بس مو بهالطريقه الفجه، من هالطريقه المخربه. يتدخل بطريقه معينه، اوكي الكل يتدخلون السفراء، بس مو بهالطريقه قاعد مقابل طيب. تويتر ويعطي احداثيات وينطي طيب. وصفات الاحتجاج وهيك يسوي ودين دكتور غسان وشنو هاي وين صايره؟ اجابه سريعه. دكتور غسان رجل قانوني دبلوماسي يعرف حدود وواجبات السفير، السلك الدبلوماسي ما يصير هالشكل. اخر دقيقه استاذ غسان، ممثلة الأمم المتحدة بلاس خارت لم تلتقي الكاظمي منذ ما يقارب تشرين الماضي، يعني فعلا كانت تلتقي به باستمرار، قطعت زياراتها للسيد الكاظمي اللي يتحدث به أستاذ مازن لربما إلى شيء من الواقع. تفضل دكتور غسان. خلي بالأمم المتحدة كان هناك شخصية مهمة قتل في الكونغو لأنه كان يختلف مع الدول الكبرى وقدم حياته. ما أعتقد بلاس خارت راح من هذا النوع. الآن مؤسسة بروكينج، مؤسسة فكرية مهمة مستقلة بأمريكا، تقول بالحرف الواحد سلوك يونامي، وممكن أن يطلع عليه على التواصل، يقول إذا اليونامي تتصرف بهالطريقة ستنعكس آثارها السلبية على سمعة الأمم المتحدة. هذا مركز فكري أمريكي اسمه بروكينج إنستيتيوت. فهناك تخوف أن دور يونامي هو يسيء للأمم المتحدة ولمكانته، وقد يخدم الأجندة الأوروبية أو الأمريكية أو الإيرانية بعدم الصدام، ولكن بالنهاية ينتهي العراق بحضن هذا أو ذاك. شكرا جزيلا دكتور غسان العطية، رئيس المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية من لندن، آسف للمقاطعة. وشكري أيضا للأستاذ زايد العصاد ناشط في حراك تشرين من بغداد، وشكري موصول أيضا للكاتب والصحفي مازن الزيدي. سؤال حلقة اليوم: ما الذي يمكن أن تحققه الحملات الغاضبة ضد بلاس خارت واتهامها بالتواطؤ مع أحزاب السلطة
والميليشيات. أترككم مع إجاباتكم أعزائي المشاهدين، والملتقى يوم غد.